تعالوا نروح ناخد لقاء تاني مع واحد من الاسماء البرتغاليه الكبيره، فرناندو ميرا نجم منتخب البرتغال وبنفيكا وشتوتغارت السابق. يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. اهلا بيك، انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده. احنا اللي سعداء جدا، خاصه ان انت راجل يعني زميلت نجمنا المصري الكبير عبد الستار صبري، اكيد تتذكره بالخير. طبعا 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 طبعا، لعبنا في بنفيكا وانا طبعا ده حبيبي يعني. طيب بدايه بالتاكيد اسالك على ما حدث في بطوله اليورو الاخيره ومشاركه المنتخب البرتغالي، تقييمك لهذه المشاركه؟ للأسف هو يعني الحظ ما كانش مع البرتغال. طبعا العالم كله عارف ان فرقة البرتغال فرقة كبيرة، ولكن احنا كنا محتاجين حظ. انا شايف من وجهة نظري الحظ ما حالفناش، وشايف ان هم المفروض كانوا لعبوا احسن من كده. هذا الجيل في البرتغال واحد من افضل الاجيال اللي عدت على البرتغال، اجيال كثيرة عظيمة عدت على البرتغال. لماذا لا يستطيع هذا الجيل التقدم أكثر في اليورو أو في بطولة كأس العالم؟ منذ بطولة اليورو 2016 ابتعد المنتخب سواء في اليورو أو عن كأس العالم أنه يحقق إنجاز. هو الحقيقة صعب أن احنا نقارن الجيل الحالي بالجيل القديم، بس طبعا دايما البرتغال بتختار احسن لعيبه في العالم، مش بس في العالم يعني في البرتغال كمان يعني. لكن انا مش صعب ان انا اقارن ما بين دلوقتي وبين اللعيبه اللي احنا كنا بنلعب معاها زمان، ولكن طبعا اللعيبه اللي دلوقتي موجوده طبعا ممتازه، ولكن زي ما انا قلت لك في الاول هو الحظ، محتاجين حظ. اي جيل كان افضل، الجيل اللي انت كنت موجود فيه ولا الجيل الحالي للمنتخب البرتغالي؟ طبعا اللي انا كنت فيها، طبعا انا حاسس ان كان في اسامي اكبر وكان في ناس عندها الروح في اللعب، عندها الروح في الملعب، كان مهم بالنسبه لنا المكسب. فانا من وجهه نظري ان البرتغال حاليا ما عندهاش نفس الروح بتاعت زمان. وبرضو انا من وجهه نظري كل سؤال هتسالوني هقول لك انا شايف ان هو الحظ هو اللي بيأثر معانا. بعض المشاهدين او المتابعين انتقدوا فكره مشاركه كريستيانو رونالدو في التشكيله الاساسيه لمنتخب البرتغال في بطوله اليورو الاخيره، هل كنت مع هذه الطائفه من الناس ام كنت مع فكره ان كريستيانو رونالدو يشارك بشكل اساسي او بشكل طبيعي؟ يعني انا شايف ان دي حاجه طبيعيه يعني هو الجمهور دايما مع اللي بيلعب كويس، فلما اللعيب بيلعب كويس بيبقى هو الملك والناس كلها تشجعه والناس كلها تبقى مبسوطه بمشاركته، ولو ما شاركش الناس تختلف وتقعد تسال عليه. ولكن لما اللعيب الحظ برضه ما يحلفهوش ويبقى بيلعب بشكل ضعيف عن الاول، وده طبيعي ان ده بيحصل مع اللعيبه، ممكن تبقى لعيبه كبيره جدا وفجأة الريتم بتاعها هيقل، فطبعا الناس كلها بتتضايق من الموضوع. انا من وجهة نظري انا كنت مبسوط.